قد تبدو هذه الصورة هي لنهر جار يسر الناظر إليه من بعيد، ولكن بمجرد اقترابك منها ستلاقيك الروائح الكريهة والحشرات المحملة بالأوبئة والأمراض. تجمعت مياه الصرف الصحي بالقرب من الجدار التركي في مخيمات أطمة، وذلك بعد إغلاق منفذ الصرف الصحي الذي يخدم قرى صلوى وقاح وبلدة أطمة، ثم يدخل لتركيا مواصلا سيره بعدها إلى قرية النسرية شمال حلب. بعدون هذا مجرى نهر أساسي، ما هو إنه ساقية أو صرف، مجرى نهر من عشرات السنين، يعني ما في قانون يسكره، لا في عرف يسكره ولا في شيء، وسكروا الجانب التركي. طيب هاب الشتاء هذا إيش يصير بهالعالم؟ وحاليا هلا المسكر ترسبت كل الأوساخ وكلياته بهال النهر، يعني بده شغل كثير حتى ينفتح. ونحن نترجمنا العالم اللي عم تسمعنا ونشوف وضع العالم والمخيم كلياته، وفي أطفال عنا مريضة كثير، والريحة أثرت علينا وعلى كل العباد. لعل أكثر ما يثير مخاوف أهالي المخيمات هو انتشار الأمراض الجلدية والكوليرا، ففي مركز سيما لعلاج الكوليرا في أطمة تم استقبال أكثر من 1500 حالة بين مصاب ومشتبه بالإصابة، كلهم من سكان بلدة أطمة ومحيطها. صراحة للصرف الصحي المكشوف الكثير من المخاطر، من أهمها أنه موئل لتكاثر الذباب والبعوض والحشرات الناقلة للأمراض كحبة حلب، الليشمانيا والأمراض الجلدية. نحن في مركز سيما لعلاج الكوليرا استقبلنا أكثر من 1500 حالة كوليرا أو اشتباه بالكوليرا من منطقة مخيمات أطمي والمناطق المجاورة. لا مساعي تذكر لنقل العوائل القريبة من مجرى الصرف الصحي، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بالابتعاد عن السكن بالقرب من الصرف الصحي المكشوف. مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار تركيا في إغلاق منفذ الصرف الصحي الوحيد في مخيمات أطمة، قد لا ينجو سكان هذه الخيام من الأمراض والأوبئة المنتشرة، وذلك بسبب قربهم من هذا المجرى. سعيد السعيد، حلب اليوم، مخيمات أطمة في إدلب الشمالي.